السلام عليكم. زمان واحنا صغيرين اهالينا كانوا بيربونا ان لازم نصاحب الطيبين المحترمين اللي اخلاقهم طيبه علشان نقلدهم ونبقى زيهم. والحقيقه ضيفتي اللي معايا دلوقتي لها من الاخلاق ولها من العلم ولها من الادب اللي يخلينا نتشعلق فيها كده. فانا معايا دلوقتي ضيفه كريمه ذات علم عظيم، هي دكتوره واخده دكتوراه، لكن الحقيقه وانا قاعده معاها حسيت ان هي دي ممكن تكون صاحبتنا اللي نستشيرها في امورنا وناخد كده وندي معاها، يمكن تكون من سننا ويمكن نكون احنا حتى اكبر منها كمان شويه، بس بتعلمنا ازاي يبقى في معاملات طيبه في حياتنا. ومعامله طيبه اول ما تبدا بتبدا في اسرتي الصغيره. بنشوف برامج الفتره دي كتير بتحسسنا ان الزوج والزوجه دول في صراع، او ان الزوجه لازم تبقى يعني ملهاش كلمه ولا راي ولا صوت ولا تعمل اي حاجه في الدنيا غير تقول حاضر يا سي السيد. برامج على الناحيه الثانيه بتقول ان لا، راسك براس الراجل وانت افضل منه وانت احسن وانت زيك زي. فين اخلاقنا بتاعه زمان اللي ابهاتنا وامهاتنا كانوا فيها؟ انا كنت بشوف ابويا علاقته طيبه بامي جدا، وامي علاقتها طيبه بابويا. مفيش لا هو بيذلها مثلا ولا بيتكبر عليها ولا هي مستكينه، والعكس امي صوتها ما يعلاش على ابويا، وده بالنسبه لها هو راجلها وراجل بيتها. هنتكلم كتير وهنتكلم في مواضيع تهم كل صحباتي اللي بيتفرجوا علينا وكل اصدقائنا كمان الرجال اللي بيتفرجوا علينا. بتشرفني الداعيه الاسلاميه دكتوره وفاء عبد السلام. اهلا وسهلا يا دكتور. متشكرة على المقدمه الجميله دي. والله بس يعني انتوا اكبر دي صعبه شويه. انا مش عايزه اقول لك اسمي كام وانا قلت بس عديها عديها. يعني مؤكد انا اكبر منك سنا. ربنا يديك. لكن قيمتك العاليه واخلاقك العاليه وعلمك كتر خيرك، يعني ده هيخلينا ايه نقعد كده نربع ايدينا ونسمعك. لا العفو العفو ربنا يخليك. طيب حبيبتي انا قبل ما نتكلم مع دكتور، احنا هنستقبل مكالمات. اي اخت فاضله عايزه تسال سؤال يفيدها في علاقتها بزوجها احنا تحت امركم. صحيح. اي اخ فاضل عايز يسال سؤال او حتى يفضفض معانا كده ويشتكي من حبيبته مثلا واحنا نفهمها ونفهمه هو كمان، دكتور معانا وهي يعني مرحبه بمكالماتكم. تمام تمام. طيب ايه رايك بقى في الـ في الـ في العلاقات الاسريه في الفتره دي بالذات بين الراجل وبين الست؟ تمام. شوفي احنا قدوتنا على طول الخط ديننا وسيدنا عليه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. قد ايه هو كان يعني رحيم بزوجاته وكان بيتعامل معاهم برفق ولين ووصى علينا. صحيح. عرفيني كده يعني من خلال حتى مثلا احداث سيدنا النبي كان بيتعامل ازاي مع زوجاته وهم يعني برضه ممكن ساعات يبقوا بيدلعوا كده عليه شويه. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه، وأدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه، وزكى أوصافه وأخلاقه، ثم اتخذه صفيه وحبيبه، ووفق للاقتداء به من أراد تثبيته، وصلى الله تبارك وتعالى على خير الرجال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأنا سعيدة أن أنا موجودة مع حضرتك ومع الفكر الراقي ده. احنا فعلا محتاجين الاثنين. ثانية واحدة، ده احنا المادة احنا لسه ما ابتديناش ومجرد ما عرفوا ان حضرتك معانا. طيب. عشان نفيد اخواتنا برضه. الو سارة. الو. اهلا وسهلا. اهلا، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ صوتك صغنطوط يا سارة. ايوه بس قوي يعني. انت متجوزة؟ اه. طيب يا حبيبتي تحت امرك، اتفضلي دكتور معاكي. اهلا وسهلا. أهلاً. يا سارة. اهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟ دلوقتي انا عندي دايما مشكلة مع جوزي، انه يعني في اوقات معينه من الشهر طبعا دايما ببقى مضغوطه وتعبانه ونفسيتي مش كويسه، وهو مش بيحتوي ده، والمفروض لا، المفروض ان انت تبقي كويسه وانه عادي ومفيش اي حاجه حصلت، ولو انا كنت تعبانه او متضايقه دايما بتبقى خناقه وبيتضايق وبنعمل مشكله ان انا تعبانه يعني. تمام يا حبيبتي. طبعا مش ببقى عارفه اتصرف ازاي، يعني الموضوع ده بيأثر عليا جامد.
ربنا يهديه لك يا رب. ربنا يهدي يا رب ان شاء الله. ويهديك انت كمان ليه برضه عشان احنا الاثنين ربنا يهدينا احنا الاثنين ان شاء الله باذن الله. هي ساره بتقول ان في اوقات في الشهر بتبقى عندها ظروف صحيه يعني طبيعيه كلنا عارفينها، فبتبقى السيده في المرحله دي اكيد مضغوطه نفسيا وصحيا وجسديا، فبتبقى طب حاضر وبتبقى متنرفزه ومتوتره او بتقول له انا تعبانه مثلا، فهو ما بيقبلش ده. فاحنا هنقف عند ساره لان معانا تليفون تاني. معانا مين؟ مي. الو الو يا ميوشه. الو. طب اهي جت. الو. يا مي اتفضلي. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. والله عندي بس مشكله كده بسيطه. اتفضلي. الحمد لله انا وجوزي كويسين خالص مع بعض والدنيا تمام ما شاء الله. ان شاء الله نقدمها نعمه يا رب عليكم. كل الخلافات اللي بيني وبينه وكل المشاكل اللي بيني وبينه بتبقى بسبب والدته. هي ست كبيره والله، وانا عارفه الناس مقام والدتي وكده، وباخدها يعني على قد سنها بقى وعلى قد تفكيرها وكل حاجه، بس دايما بحس انها بتتعمد. مثلا انا قاعده معاها في نفس البيت، تتعمد مثلا هو لما يجي من بره تقعد تذم فيا، تقول له ان انا ما عملتش ما سويتش مثلا الحاجه دي او قصرت في الحاجه دي. فانا والله برضيها على قد ما بقدر، لان انا لو امي في مكانها اكيد هتمنى لها حد يحتويها برضه. بس للاسف بتبقى كل خلافاتي معاه ومشاكلي معاه بسبب ان هو مثلا بيصدقها. ربنا يكملك بعقلك يا مي، ودكتور هتجاوب عليكي ان شاء الله. هنجاوب عليكي يا حبيبتي. يا دكتور معلش انا اسفه، التليفونات مش عايزه اقول لك الموضوع مهم يا عبي. يعني انا بحييكي على ذكائك في اختيار. لا والله ده الاستاذه شريهان. ربنا يخليك. يعني الاستاذه شريهان رئيسه التحرير فبنشكرها معانا. مين يا عبير؟ يا عبير. ايوه حبيبتي. اهلا وسهلا اتفضلي يا حبيبتي. نقي الطبع عشان ما ننساش. ازيك يا حبيبتي اتفضلي. مدام نشوى الجميله اللي بتدخل بيوتنا تنور شكلها. الله يسعد قلبك. الله يسعد قلبك يا حبيبتي، ربنا يكرمك كتر خيرك. وفاتحه موضوع جميل قوي وجايب دكتوره وفاء. ربنا انا عارفه انا متابعه الدكتوره وفاء كتير. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. وان شاء الله هنستفاد منها وهتقول لنا كده سيرتي الحبيب كان بيعدي الازمات اللي احنا بنعدي بيها دي ازاي، وكانوا بيقابلوا الازمات وبيقابلوا لما حصل الحصر، ويعني سيدنا النبي قدم حاجات احنا ما نقدرش نعدي بيها، وعمالين نشتكي. ليه بنشتكي؟ فالدكتوره ان شاء الله هتدينا طاقه ان شاء الله يا عبير. ان شاء الله. وربنا يا حبيبتي يرزقنا كلنا الخير والثبات، ويرزقنا القوه نعدي الصعب. الامور صعبه فعلا، بس احنا ستات مصر قدها وقدود ان شاء الله. لا ستات مصر دول منورين. الدكتوره وفاء ومدام نشوى منورين. تمام. ربنا يبارك لك وربنا يجعلك. الله يخليك دايما يفتح عليكم فتوح العارفين. اللهم امين. اللهم امين. دكتور معانا تليفونات كتير بس نجاوب على الثلاث اسئله دول بسرعه. بصي حضرتك، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. الاول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة، وصوتي هنا للرجل. لما كان بتحيض السيدة عائشة والظروف اللي بنتكلم عليها، مراعاة لنفسيتها. انت عارفة كان السيدة عائشة تقول كنت أشرب الشربة فيأخذ مني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب مكان فيه، يدور على مكان شفايفها ويشرب مكانها عشان يحسسها انت مش الفتره دي بعيده عني، يبقى انت في حته وانا في حته. منك او متضايق منك او حاجه. وتقول كنت اتعرك العرق، اللي هي تمسك حته العظمه اعزك الله كده وتاكل منها اللحمه، فيدور مكان ما اكلت مطرح موضع سنان السيده، موضع سنان السيده عائشه، وياكل حضرته عشان يرفع بس من روحها المعنويه ونفسيتها في الظروف دي. فسيدنا النبي علمنا ده، علمنا كيف يكون الاحتواء، وتنام السيدة عائشة قدام سيدنا وهو بيصلي، وسيدنا يزق رجليها ويسجد ويقوم، مش عايز يحسسها انها لا اعملي ما بدالك طالما في الفترة الصعبة ديت وهو بيحتوي حضرته. وعلمنا كيف يكون الاحتواء. انا نفسي بس نبقى فاهمين انه سكن ده دستور العلاقة الزوجية اللي وضعه رب العزة سبحانه وتعالى، السكن والمودة والرحمة التلاتة مع بعض. طيب واختنا اللي حماتها؟ لا ده انا عايزه اروح بس للاولانيه اللي هي في فتره الحيض. ايوه انا بقول لها انت ظروفك بتبقى صعبه، واحنا بنقول له خلي بالك. ايوه بس احنا عندنا من القدره ان الابتسامه تترسم على وشنا حتى لو تعبانين. يا سلام. ابتسامه بس، اذا نظر اليها سرته، مش لازم ابقى محسساه هو نفسه هيستحي من نفسه واحده بواحده هيتعود، بس هي ما تبقاش
احنا عندنا ضغوط الحياه بره وجوه كتيره، فان ما كناش احنا الاثنين ناخد بايد بعض ونعدي مع بعض هتبقى صعبه علينا احنا الاثنين. سؤال برضه، هناخد ثواب في بعض طبعا ولينا اجر عند ربنا طبعًا. ان انا استحمله طبعا وجع نفسه وان هو كمان يستحملني، ده جهاد في سبيل الله. لان ذهبت وافده النساء لسيدنا النبي وقالت له الرجال يا رسول الله بيطلعوا معاك الغزوات وبيطلعوا معاك بيحضروا معاك الجمع، واللي بيستشهد بيبقى له مكانه الشهيد، واللي بيرجع احنا بقى اللي قاعدين بنراعي. قال لها اعلمي واعلمي من ورائك من النساء ان حسن تباعد المراه لزوجها يعدل كل هذا. الله اكبر. فاحنا يعني كاننا قاعدين بنجاهد واحنا قاعدين في بيوتنا. والست برضو معلش الاثنين، خلينا بالاثنين. الظرف الصعب ده، الظرف الاقتصادي اللي بنمر بيه واللي احنا قدها وقدود، الست ممكن ما تحسسش جوزها بانه مقصر وتحبق وتدبق كده ودي طبيعتنا والمصريه عندها الجزئيه دي. يعني هو في اكتر من سيده هاجر، وانه يسيبها في مكان صحراء جرداء لا زرع وتقول له الله امرك بهذا الله امرك بهذا، فقالت له فلن يضيعنا. دي المراه المصريه اللي قامت عليها كل الحضاره الاسلاميه واللي المناسك بتاعتنا نابعه منها ومن سعيها ومن اخذها بالاسباب. فانا المراه المصريه معروفه انها جلد، ربنا اختارها لهذه المهمه. فيا ريت هي تتذكر هذا وتتذكر امنا السيده خديجه لما نزل قلب سيدنا النبي يرجف من الغار وقال زملوني زملوني، وقال لها لقد خشيت على نفسي. ازاي اتحولت في لحظه لام مش لزوجه، وقالت له كلا والله ما يغزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. طبطبة في لحظة وحولت الأزمة إلى نوع من المحنة اللي كان فيها سيدنا، حولتها المنحة وهي ما تعرفش حاجة عن الدين الإسلامي. فهو ده تاني. ودي بقى نخش بيها لأختنا التانية اللي هي اللي حماتها، لأن احنا للأسف فضل عندنا زمن صغير. أنا معرفش والله العظيم ما قلناش حاجة ما قلناش حاجة. طيب معلش يا حبيبتي، هي أمه في الآخر وهو ده بر بيها اللي هيقعد لك الخير في بيتك وفي ولادك وفي ذريتك. قد تكون بسبب السن هيجي عليك الوقت ده ان شاء الله باذن الله ربنا يديك الصحه وطولة العمر، بيبقى ال 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 في ضيق شويه كده في الخلق، يعني بيبقى الواحد مش مستحمل. بتبقى ممكن تبقى شايفه حاجه عكس اللي موجوده ممكن. فانا اتخيل امي في هذه اللحظه واحتويها، وساعه ما يدخل عليا يقول لي انت عملت لها وعملت لها اياها، هي زعلت، طب حقك عليا مش هتتكرر والله، مره في مره هم هيبطلوا. وهو برضه وهو مش عليه برضه عيب ان هو يقول لها انا عارف معلش استحملي. ما هو احنا لسه بنتكلم، هم الاثنين عليهم هذا يعني هي بس. انا دايما بصراحه بتتخانق معايا، يعني تقول لك ما بنتخانقش في حاجه غير على النقطه دي. لو طبطبت عليه وقالت له حقك عليا خلاص انا هاخد بالي من الجزئيه ديت، وراحت بست ايديها كده وقالت لها حقك عليا ما تزعليش والله ما هتعمل كده تاني. دكتور انا مش عايز اقول لك كم التليفونات، واضح ان الموضوع لا هو موضوع مهم. الحياه بالنسبه لنا راجل انا عامله الدكتوراه بتاعتي فيه. طب لا يبقى معلش انا عارفه ان انا بعطل حضرتك، بس انت ما بتاخريش علينا في الخير ان شاء الله. ممكن تشرفينا تاني؟ حاضر. يعني انا اقول للناس بس يعني دكتور هيكون معانا تاني، لان كم التليفونات اللي حضراتكم يعني احنا على عيننا والله زمن الفقره للاسف. فأنا بشكرك وربنا يزيدك علم، وانتي الحقيقة ما بتتكبريش علينا بعلمك، انتي قاعدة معانا كده والله العظيم حاسة ان اختي اللي قاعدة بتشرح لي، حاسة كده ان صاحبتي الطيبة اللي انا بلجأ لها اللي قاعدة بتكلمنا، ربنا يخليك سمحتك وسامتك كده، ربنا يكرمك يا دكتور. يا رب يبارك فيك يا حبيبتي. كتر خير شرفتيني. تسلمي. للأسف والله غصبا عني الفقرة خلصت، استنونا الفقرة الجاية بإذن الله هتعجبكم. النهارده ايه؟ النهارده السبت، والسبت ده بيبقى كده يوم كله بركه، لان بيطل علينا مولانا الشيخ محمد رضا البركه، الداعيه الاسلامي ومن مؤسسه نبض الحياه ومن الازهر الشريف. شرفتني يا مولانا. الله يبارك فيك. الله يخليك حضرتك ويزيدك نور ويزيدك علم. الله يرضى عليك. حضراتكم معودينا في الفقره دي بنبتديها بالصلاه على سيدنا النبي. احمد الحق تبارك وتعالى واصلي واسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود والبركه العامه في كل موجود، صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور واهله. مولانا
احنا في شهر فضيل، شهر رجب، ان شاء الله ايام كده بسيطه ان شاء الله، ويجي شعبان ومن بعديه رمضان اللي كلنا بنستناه بشوق من السنه للسنه. فعايزين نعرف من حضرتك فضل عمل الخير في الشهر الفضيل. طبعا حتى الطاعات فيه والعبادات فيه اعتقد اجرها مضاعف، لكن ايه افضل الاعمال اللي اعملها في الشهر الكريم ده وربنا يتقبلها باذن الله قبول حسن ويضاعف اجري فيها؟ بس قبل ما حضرتك تجاوبنا بعد اذنك، اتفضل. في عندنا اخت فاضله، الحقيقه اخواتنا الفضليات اللي هم يعني عايزه اقول جمهور نبض الحياه وسفيرات نبض الحياه، واللي يعني بيعملوا من الخير الكثير بيبقوا رافضين يقولوا، وانا بعد الحاح ببقى مصره ان انا اقول علشان نقتدي بيهم وعلشان الاخوات دول الحقيقه اعتقد دول اللي هيبقوا ايه يعني اللي سابقنا كده يوم القيامه على الجنه، ويا رب نلحقهم. اختي الحاجه امال عبد النبي الكاشف من سوهاج. يا حاجه امال يعني انا عايزه ادعي لك، بس ده انت اللي تدعي لنا. يعني انا بدعي لك ربنا يكتر من امثالك ويدي لك الصحه والعافيه ويبارك لك في ولادك ويرحم امواتك يا رب، ويرحم ابنك في الجنه ونعيمها، وتتهني وتفضلي دايما في طاعه الله، وتفضلي دايما الايد العاليه اللي تدي، وما يحوكيش ابدا على الخير اللي بتعمليه. معلش يا مولانا، يعني انا يعني ايه، انا بعد اذنك على مسؤوليتي انا قلت الاسم. فعايزين بس نعرف الناس الخير اللي الاخت امال عبد النبي الكاشف من سوهاج عملته. الحد امال من المتبرعات لمؤسسه نبض الحياه، ويمكن اللي بيعز عليا جدا وبشكرها على الثقه دي، ان بتقول انا وثقت فيك. انا ما كنتش اعرف المؤسسه، لكن لما شفتك وثقت فيك وفي سيدنا الدكتور احمد عمر هاشم. الله. فطبعا يعني احنا يمكن بنشكرها وبنقول لها دايما يا حاجة امال ان شاء الله كل طلبات. طب هي عملت مش حاجه واحده، عامله بير ميه وعامله وصله مياه، وان شاء الله هي بتقول لي انا عايز اعمل شويه خير تانيين معاكم في المساجد. إن شاء الله. بقى ان شاء الله مساجد ابار نخيل اللي هي عايزاه ان شاء الله. احنا لكن هي يعني وعدت بكده، واحنا دايما بقول لها يعني ربنا يبارك فيكي ويجعله في ميزان حسناتك ويبارك لك في اولادك ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويجعل ابنك ان شاء الله في الجنه باذن الله يا رب، هو في الجنه ونعيمها باذن الله ان شاء الله. طيب في اخت تانية فاضله، انا يعني عماله اتحايل على حضرتك من الصبح، هي اختنا من نوس البحر. عشان خاطر نقول اسمها بس. هي رفضت يعني هي ما كلهم رافضين. بس عشان والله عشان حتى اللي بيسمعونا يدعوا على اسم بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه. الله اكبر. فهي ست يعني على جدها كده حبيبتي، لكنها عملت ده احنا اللي على قدنا يا مولانا. على قدها ايه؟ عملت يا ست فاطمه من نوس البحر على الخير اللي بتعمليه على قد امكانياتك. اقول ايه يعني، والله ادعي لي، انا غيرانه منك بصراحه. انا عايز ابشر حضرتك يعني هي عملت 4 نخلات قبل كده. اللهم صل. ودفعت الله. 5 خدت من حضرتك. طب ده خير كتير اهو. لوالد لابوها وامها ولزوجها ولاولادها يعني اليوم كلهم. وبعدين يعني كان في خلافات بينها وبين اخواتها، وهي بتحاول تصلح وما هم فيش فايده، فهي ايه فكرت في عمل نخله سادسه. بس انت يعني انت تتخيلي فكرت تعملها ايه؟ تعملها لاخواتها عشان ربنا يسامحهم ان كانوا يعني بالسماحه، نخله السماحه لاخواتها ان ربنا يسامحهم. فتخيلي الفكر العالي ده، الفكر المستنير ده بتاع ست مش متعلمه، وازاي تفكر في الفكر ده؟ ده العلماء ما فكروش فيه. يا سلام. ايه الرقي؟ ما هو ده توفيق ربنا. حد يعني متعلق بقى ما يغلش حتى عشان هم غلين عليها. لا لا لا. وتقول يلا يروحوا. دي بتعمل لهم تبرع او صدقه او نخله. صدقه جاريه. ربنا يهديهم. وقف مدى الحياه وبعد الممات كمان الى ان تقوم الساعه. يعني هم مش عاملين لها خير، وهي اللي بتعمل لهم الخير حياه وموت. بالظبط. يعني هي عايزه صله الرحم،
عايزه صله الرحم وعايزه ما تروح لهم يستقبلوها او يقبلوا في اي مناسبه اللي هي بتدفعوا. طب ما تنادي لهم كده مولانا. ما انا بنادي على اي حد، مش هو عشان هي رافضه عشان ما تجرحش حد. طيب فاحنا بننادي على اي حد عنده بيقطع رحمه، نقول له اتق الله في الرحم وصل رحمك، لان انت كده بتحارب ربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا قال من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وشق لهذه الرحم اسم من اسمه، انا الرحمن وشققت للرحم اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فمش عايزين نقطع ارحمنا، عايزين نتواصل وعايزين نكون ونحب بعضنا، لان احنا في الاشهر الحرم. شهر رجب شهر النفحات، شهر الحسنات، شهر الزرع كما قال العلماء، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد. فاحنا عايزين نزرع خير، ازرع خير هتلاقيه. وخلي دايما احنا دايما في 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 شهر رجب بنحاول، يعني اول ما بيجي شهر رجب بنلاقي الناس اللي عايز يصوم واللي عايز يعمل صدقات، واللي يقول لك انا عشان الصدقات هنا كتير، فاحنا بنقول لهم خلوا الصدقات دي تعبير عن درجة الإيمان بتاعتك. ونعم بالله. إن شاء الله. طيب مولانا بعد إذنك في تقرير معانا. شفت أنا. فبعد إذنك نشوف التقرير وحضرتك تعال عليه. شوف تقرير ونرجع لحضراتكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ازاي استثمر مع ربنا سبحانه وتعالى، لا سيما لما بنمشي ونروح مع مؤسسة نبض الحياة في كل أنشطة الخير اللي مؤسسة نبض الحياة بتقوم بيها، سواء كانت أنشطة في المية، سواء كانت أنشطة نخيل، سواء كانت سترة، سواء كانت كفالة أيتام. كل أنشطة الخير دي بتقودنا لفين؟ لمكان عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة. حملة بناء المساجد، الحملة العظيمة اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة، أحد الركائز المهمة في جمهورية مصر العربية بتقوم بيها المؤسسة كل المحافظات. وهذا المسجد يعني كما هو معلوم بني سنة 82، وهو المسجد الوحيد في عزبة عبد النبي حمادة التابعة لقرية حفص مركز دمنهور بحيره. اغرب مسجد بالنسبه لنا احتوار بتاع 2.5 ولا اكتر، وطبعا بالنسبه لنا طبعا ارياف، وتعرفين طبعا بيبقى في الشتاء بيبقى فيه طبعا مشكله كبيره طبعا بالنسبه لايه للتناقل وقصه زي كده. انا اكتر من يعني 7 سنين أو 8 سنين طبعا ما يعني مغلق خالص. احنا اتكلمنا كتير جدا في فضل بناء المساجد، ويكفي فيه فضل الحديث اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا مثله في الجنة. الله سبحانه وتعالى يبني، الله سبحانه وتعالى يعمر القلوب بإعمار البيوت. تخيل كده حضرتك معايا لما تكون سبب في ان حد يسجد في الحتة دي ويذكر ربنا سبحانه وتعالى، إمام يقف يعظ الناس ويذكرهم بكلام ربنا وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقف هنا ويقرأ قرآن ويصلي والناس تسمعه، حد قاعد على الحيطة دي وساند عليها وهو بيفتح المصحف وبيقرأ فيه، أولادنا لما يلاقوا مكان ومأوى ليهم يقرأوا فيه القرآن، الناس بتبكي والله العظيم لمجرد أنهم حسوا بأمل أن المسجد ده هيقدر يقيم شعائر الله سبحانه وتعالى. تخيل ان انت بتعيش في مكان ما فيهوش مسجد، كيف يكون حال يعني حال الناس عامل ايه؟ حال الاطفال حيروحوا فين؟ حيتربوا فين؟ كيف يكون حال الناس الكبيره اللي هي ما تقدرش تصل الى المسجد؟ فضلا عن الشباب، فضلا عن ان الناس يعني ربما بيعدي الوقت ما يسمعوش الاذان اصلا. فطبعا تواصلنا طبعا مؤسسه طبعا نبض الحياه، وهي طبعا مشكوره ان هي طبعا تواصلت معانا، وان شاء الله باذن الله يعني يكون فيهم الخير، يعني ان هم ايه يقدروا ان هم يساعدونا ان احنا نبني الناس على المسجد، عشان برضو اطفالنا الصغيرين وعشان طبعا الناس الكبيره، وربنا يعني ان شاء الله يقدم في الخير طبعا، ربنا يسامحنا ان شاء الله. محتاجين من حضراتكم الدعم ان احنا ننهي هذا المسجد في اقرب فرصة وفي اقرب وقت. انا بتكلم وكل حرقة وكل امل
ان ربنا سبحانه وتعالى يبعت لنا اهل الخير في ان هم يكملوا معانا المسجد ده، ونبدا في بناء المسجد ده في اقل وقت. تقدر تيجي تشوف وتعاين بنفسك، وتقدر تحدد شكل التبرع بتاعك. تقول يا جماعة أنا علي أدوات السباكة كلها، يا جماعة أنا علي الفرش بتاع المسجد، يا جماعة أنا علي النجارة، يا جماعة أنا علي السقف الدور الأول. جالك تجيب لي طب دي. طيب قبل ما نعلق على التقرير، سحر الحاجة سحر أختي الجميلة اللي أنا قابلتها وما تصورتش معاها، كان نفسي أتصور معاك يا سحر. الله يبارك لك، عشان انا عارفه ان انت الجنيه هيفرق في حياتك، ومع ذلك سحر بتحط المليم على المليم عشان تعمل تبرع، فعمل التبرع بألف جنيه. بتكسفينا يا سحر والله العظيم، وبتخلينا نحس ان احنا قليلين قوي جنبك. ربنا يكرمك ويبارك لك في عيالك وتفرحي بيهم يا رب ويطمن قلبك عليهم. معلش يا مولانا، يعني سحر اصلها حبيبتي. الله يبارك فيك. هو طبعا اي حد بيعمل خير ربنا بيحب فيه خلق الله. والله حبيتها اللي خلاك تحبيها. فعل الخير. فيعني ده يعني انا شفتها مره واحده لما كنا في وقف النخيل. ومش عايزه اقول لك، سماهم على وجوههم في كده نور طالع منها والله العظيم. يعني بركه كده. مع انها يعني شابه صغيره قوي. بس يا حبيبتي يعني المليم على المليم عشان تعمل حاجه لله، وبتربي في ايتام وايتام ثلاثه ايتام. ده شوفي حضرتك لما تبقى واحده ست بتعمل كده، وده بيت ربنا اهو. احنا استنى بقى يا مولانا، في جمله اخويا الفاضل ده وقفت انا عندها. اللي في الحضر كده زي حالاتنا كمان، عندنا الجوامع ياما حوالينا، يعني ساعه الاذان هتلاقي 500 الف جامع بيقول الله اكبر في المناطق اللي احنا ساكنين فيها في القاهره هنا. فكل اللي في دماغي ايه، انا عايزه اشوف نادي عشان اودي العيال فيه، ادور على نادي عشان خير. وانا مش بقول ان الرياضه وحشه، بالعكس الرياضه بتحفظ وتخليهم يتلهوا في حاجه كويسه. لكن وانت بتودي ابنك النادي، شوفي بقى المصاريف اللي بتدفعيها في النادي كام، وكل زياره للنادي بتدفعي قد ايه، ابنك ياكل سندوتش ولا يشرب حاجه ساقعه ولا بتاع، واعملي نصيب للمسجد ده في الفلوس اللي بتدفعيها في النادي. لان لو عملتي نصيب في المسجد ربنا هيحمي لك ابنك. ما 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 ننساش، احنا بننسى. والاخ الفاضل يقول لك انا ايه، عايزين جامع علشان عيالنا تتربى. يعني وقفت عند جمله عيالنا تتربى دي بصراحه. هو هي كلمه يعني ماخوذه من سنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لان الله سبحانه وتعالى حين فرض الصلاه، وكانت هي بعد الشهادتين، فهي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. وإحنا في شهر رجب الصلاة فرضت فين؟ في رحلة الإسراء والمعراج. في شهر رجب، مش كده ولا لا؟ طيب إحنا أما نلاقي إن الفضل ده، والراجل ده عمال بيقول عشان ولادنا تتربى في المساجد. هم النادي بتاعهم في القرية أو في العزبة أو المكان، الاستقرار والهدوء والتربية هو بيت الله سبحانه وتعالى. ليه؟ فيه الولد هيتعلم القرآن. طب فيه الولد أما يبلغ 7 سنين يدخل المركز التدريبي اللي قال عليه سيدنا النبي اقمروهم عليها لـ7 واضربوهم عليها لـ10، اقمروهم عليها اللي هي الصلاة، 36 شهر تربية في الجامع عشان الولد، يعني عشان برضه لو في شيخ ولا حد من الناس الكبار بيطرد الولد من الجامع نقول له لا، سيبه يتعود على المسجد. لأن هو بيتدرب إزاي يصلي وإزاي يواظب على الصلاة وكيف يواظب على الأوقات. سيب الولد هيتعلم هنا كل شيء، الأخلاقيات، السلوكيات، الأدب، عدم الكلام، عدم التعدي على الغير، توقير الكبير ورحمة الصغير. يعني هيشوف حاجات، نماذج كلها في المسجد، التربية نموذج تربوي، أعلى نموذج تربوي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص عليه. فعلشان كده المسجد بيتعمل لنا هو عشان مركز تدريب للأولاد على الأخلاق والسلوكيات والتقرب والصلة بالله سبحانه وتعالى. ده بيت ربنا، واحنا ان شاء الله هنبدأ فيه الاسبوع الجاي ده. الله اكبر. ان شاء الله. الله اكبر. ان شاء الله. فمين بقى اللي هينجط، ومين اللي هيبادر ويقول انا هدفع حاجة لمسجد عزبة عبد النبي حمادة؟ مين اللي هيقول انا معاكم باي شيء؟ وزي انا ما قلت قبل كده، احنا عندنا مكاتب البريد في البلد بحالها، لو 50 جنيه اتبرع روح مكتب البريد وقول عايز لمؤسسة نبض الحياة 15740،
يتصل او يروح مكتب البريد ويقول انا عايز اتبرع لمؤسسه نبض الحياه. وكل خطوه هيمشيها لحد مكتب البريد دي بحسب حضرتك. رب درهم يسبق 100,000 درهم. سيدنا النبي اللي قال كده مش احنا. ليه؟ كيف يا رسول الله؟ قال صاحب الدرهم لم يكن عنده الا درهمين، انفق واحدا وابقى لنفسه الاخر. اما صاحب 100,000 عنده مال كثير فاقتطع منه جزءا وانفقه في سبيل الله. فاحنا عندنا يعني عايزين كلنا نبادر ونشارك. وكان شوف الشيخ حافظ هو بيقول ايه، انا قلبي محروق يعني انا عندي حرجه على ان المسجد ده بالمنظر ده وبقالهم كام سنه ما بيصلوش فيه. عايزين الاولاد يطلعوا يلاقوا فيه مسجد. الناس الكبيره اللي بيقول لك انا تعبان ومش قادر اروح مكان تاني ورمضان داخل علينا يعني ان شاء الله يا رب نلحق ان شاء الله نخلص. احنا بنسابق الزمن عشان نعمل اي حاجه ان هم يصلوا في رمضان فيه ان شاء الله يا رب. ويمكن احنا اللي اخرنا كانت يعني ظروف قانونيه، فاحنا الحمد لله كله تمام والتراخيص طلعت وكل حاجه طلعت وكل شيء ان شاء الله على ما يرام. واحنا بنبداه دايما بقول لحضرتك احنا ما بنخافش، احنا عندنا لسته قائمه انتظار من المساجد. أيوة. يعني المساجد دي البركه، البركه بتاعتنا، لان فيها يذكر اسم الله، فيها يتعلم الانسان كيف يتقرب الى الله، فيها يقرا القران، فيها يحفظ الاولاد القران، فيها يتعلم تتعلم النساء امور دينهن. كل شيء بيبقى من المسجد. المسجد ده جامعه، لتعليم الاخلاق والسلوكيات عشان الانسان يطلع انسان يعرف ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا عايزين نبادر كلنا ونشارك في البنايه دي. وانا بقول لهم كده يعني دايما اقول انت في اي فرح في اي مناسبه لاي حد انت بتحاول تشارك فيها، لو ما معكش بتستلف وتروح عشان تجامل بني ادم، ما بالك بربنا سبحانه وتعالى. ايه يعني يمكن سبحان الله دايما الانسان يعني الحاجة سحر ديت وهي بتقول لي انا عايز ابدا هم الطوب في المسجد. تذكرت الرجل الامير اللي كان بيبني مسجد وقال لهم ما تاخدوش من حد حاجه، وجت ست وضعت لبنه فيه. وبعدين اما جه في المنام داخل قصر في الجنه، يعني هو في المنام بتاعه، فلقى الست دي داخله. انت رايحه فين يا ست؟ قالت له ليا حجره هنا. قال لها لا ده القصر بتاعي. قالت له لا انا ليا حجره هنا. قال لها لا. فالمهم بعد ما صحى من النوم قال لهم حد دفع حاجه؟ قال ما فيش الا ست واحده اللي حطت لبنه واحده طوبه. قال لها قال لهم هاتوها لي. جابوا له الست. يا ست تاخدي كام ثمن الطوبه اللي؟ قالت له بقى انت ربنا اداك قصر ومستكتر عليا اوضه فيه. يا سلام. يعني شوفي بقى يعني ربنا بيكشف حتى الحجب عن الانسان الذي يخلص. يعني عرفت ان الرساله اللي ربنا قالها له. ما هو ده الكشف اللي ربنا بيديه لاولياء الله الصالحين. ما خلي بالك الاولياء مش اللي في المجان بس، لا ده في ناس بتعمل اعمال بسيطه جدا تنال بها الولايه. ربنا يكشف لهم كل شيء، يوفقهم للخير، يعرفهم ازاي يعملوا الخير. انا يمكن يعني عندي امثله كثيره في عمليه التبرع للمساجد ديت، يعني ناس سبحان الله ربنا انعم عليها وفتح عليها سواء كانوا اغنياء او فقراء. يعني عندي الامثله من الاثنين. أيوه. الغني قوي اللي ما خلصش الفيلا بتاعته لما شاف مسجد متهالك زي ده قال لك وقف الفيلا، واعمل بتاع الاخره الاول، ابني لي قصر الاول ممكن اموت في اي لحظه، ده اللي هيبقى ليا قصر في الجنه، اما ده ممكن ما اسكنوش. شوفي ربنا اداله من الخير قد ايه. واحد تاني عامل يوميه ان يجي كل يوم خميس ويتبرع ب 50 جنيه، الكلام ده من 10 15 سنه، كل يوم خميس يجي يتبرع. شوفي ربنا اداله ايه وقعد ازاي عرف يلم فلوس، اشترى جرات ارض بسيط بقى بكام دلوقتي؟ لو هو بيحوشهم ما كانش عمل المبلغ ده. يا سبحان الله. ده في الدنيا ده شيء ملموس. امال اللي مش ملموس بقى اللي هو عند ربنا هيكون ايه؟ فالست ديت لما تشوف الاوضه بتاعتها وتقول له انت مستكتر عليا حجر لما انت خدت القصر يعني مستكتر، خلاص الراجل سلم. لا مش كده بس، ده هو كان يعني سبحان الله كان عنده ان هو يعمل للست دي ايه؟ يعمل لها ايه اللي عرفها المنام اللي هو شافه؟ خدت بال حضرتك؟ فاحنا دايما بنقول ايه؟ تقربوا الى الله بالطاعه، وافضل الطاعات ان نقيم بيوت الله، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي اذن في اقامتها، اذن الله ان ترفع. اللي اذن في الرفع مين؟ ربنا. وربنا طالما اذن في الرفع يبقى ان شاء الله ربنا هيعمرها.
يبقى نحط في بيت ربنا طوبة بيك مبنية من غيرك مبنية، الحج لك مكان، احجز احجز قبل الموضوع ما يخلص وما تلاقيش. حضرتك انت قلت دلوقتي حاجة لطيفة جدا، ان مكاتب البريد منتشرة في كل حتة حوالينا. بالظبط. فيا سلام لو خدت انا كمان ثواب سعي لحد مكتب البريد واتبرعت، والله لو بعشرين جنيه في جيبي، لان في ناس ظروفهم كده فممكن يتبرع باللي بقول لك، يعني لو 20 جنيه بس مشواري لحد مكتب البريد 20 على 30 على 50 على 100 على 1000 هنجمع. انا بقول لحضرتك مكاتب البريد ليه؟ عشان ما حدش يستقل المبلغ بتاعه. يعني تقول هتصل على 15 اسبوع يجي المندوب مثلا يلاقي 50 جنيه يلاقي 100 جنيه يلاقي 200 جنيه يلاقي 500 جنيه. لا مكتب بريد. انت جنبك مكتب بريد، روح ادفع في المكتب البريد، روح وخلي كده نيتك خالصه وصادقه لله وشوف ربنا هيدي لك ايه. انا عايز تجاره مع ربنا. تجاره لن تبور، التجاره مع ربنا مضمونه، مكسبها مضمون 100% ومحدش هيضحك عليها ابدا، لان من اللي وعده؟ الله ربنا سبحانه وتعالى. ووعد الله لا يخلف الله وعده، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. الخلف ده والخير اللي هيجي للانسان ربنا اللي وعد بيه وربنا اللي هيديه للانسان. فانا عايز كلنا نبادر ونكونوا ايدنا في ايد بعض، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وعايزين ان شاء الله نبادر كلنا ان الناس تصلي، عشان كل ما يقال الله اكبر من مصلي او من مؤذن او من امام فأنت تنال بها الفضل والأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. وكل ما ازدادت عطايا ربنا لينا كل ما زاد الحساب. طبعا. بمعنى إيه؟ أنا ظرفي على قدي وباخد في الشهر مثلا 2000 جنيه مرتب، هتحاسب على قدهم، طلعت منهم لله إيه؟ 1% 0.5% هتحاسب على شوية دول، غير أختي بقى وأخويا الأفاضل يعني ربنا يزيدهم من خيره اللي معاها فلوس كتير. ما انت كمان لازم يعني تحصني فلوسك دي وتحصني ولادك وتحصني حياتك بالصدقة. ومسجد زي ده يعني احنا كلها ايام بسيطة ورمضان يبتدي، شوفوا بقى نعمة ونعيم ان كل اهل القرية يروحوا يصلوا في المسجد ده الفروض كلها، ويصلوا التراويح ويصلوا التهجد ويصلوا العيد. يعني والخير اللي هتاخدوه هيتساوى اللي زي اختنا صحر اللي قالت لك بالالف جنيه دول اشتروا لي طوب، واللي حتى دفع حق طوبة واحدة باللي قال لك أنا هدفع نص مليون جنيه عشان أكمل. ده يساوي ده، كل واحد حسب إمكانياته. صح يا مولانا ولا بتكلم غلط؟ كل واحد ده أجر ربنا هيضاعف لأبو ألف حسب النية بتاعته، وهيضاعف للي دفع 500 عشان لا ما نضيعش على الرجل الحج بتاعه. والله يضاعف لمن يشاء، المضاعفة لله سبحانه وتعالى، وربنا يزيدهم، لان احنا عندنا ناس اهل خير بيدفعوا مبالغ كويسة جدا. انا مش بقول حاجة بس بقول يعني ده من ساعة بيدفع يعني، لكن اللي بيقتطع من يعني معلش مولان يعني اختنا صحر دي يعني ده بتربي ايتام والجنيه يفرق معاها وبتحوش علشان تتبرع. ايوه. هتتساوى باللي معاه مثلا 10 مليون جنيه؟ لا طبعا، ما بس يعني احنا كله كله هياخد الاجر، كله ليه الاجر والثواب، وكله في طاعه الله ان شاء الله. واخواتي اللي ربنا فاتحها عليهم يمكن ربنا فاتحها ومباركها لان هم بيدوا بسخاء، يعني وهم مامورين ان هم يدوا بسخاء وهم ما بيتاخروش. انا مش بلوم بس يعني انا بقول لان في ناس بتستصغر نفسها او بتستصغر دخلها وتقول لك انا دخلي على قدي هعمل ايه. لا ما تستصغريش. لا ده انا عندي يعني من مصروف بيتك لو حوشت كل يوم جنيه هتحوشي في شهر 30 جنيه حطيهم لله، حطيهم في مسجد. يعني انا قصدي عندنا عندنا امثله كثيره جدا، وربنا يبارك في اهل الخير والناس اللي بتحب الخير، وربنا يجعل دايما هذا في موازين حسناتهم. اللهم امين. ويغفر لهم ذنوبهم. امين. ويغفر لموتاهم ويشفي مرضاهم ويحسن ختامنا جميعا. اللهم ويجعل أمين. هذا العمل في موازين حسناتنا جميعا يوم القيامه. ودايما دايما بنقول ان اللي عايز يتصل بمؤسسه نبض الحياه بيتصل على 15-740 بسعر الدقيقة العادية 15-740 عشان يعني قالوا لي قوليها واحدة واحدة 15-740
أو يذهب مؤسسة نبض الحياة أو يذهب إلى مكتب البريد أو البنك أو البنك CIB يطلع شيك كده معتبر إن شاء الله بتعرفونك يطلعوا كده شيك معتبر كده تحية كده للمسجد. والله في شيكين ما بنساهمش أبدا. طب الباشمهندس أحمد الدكتور أحمد والست بتاعته هو اتبرع ب 100,000 ما شاء الله في يوم كنا في مسجد في جنة في نجح حمادي وربنا وهو بيمضي الشيك جاله تليفون ماسك بالايد الثانيه لقى الاضعاف المبلغ الله اكبر. فالست بتاعته ثاني يوم لقيته اتصل بيا بيقول لي انا عايز حضرتك بس ممكن دقيقه من وقتك اتفضل. قال لي في حد بس اكتب في شيك ب 50,000 لمين باسم مين؟ قلت له باسم المؤسسه. قلت له حضرتك طب قال لي الوضع 1 2 3 هي ما عرفت ولقيت ان ربنا اداني في ساعتها عايزه هيك عايزه هيك يا شوف شوف بقى. فالباشمهندس الدكتور احمد نبيه ربنا يجعله في موازين حسناته وعايزين نشوفه تاني لانه من سفراء مؤسسه نبض الحياه. الباشمهندس احمد الباشمهندس الدكتور مهندس احمد نبيه دكتور احمد نبيه يعني بحبح ايدك ما بنساش ما بنساش ربنا يكرمك يا رب ويزيدك تاني. من سنتين انا ما بنساش ابدا يا حبيبي عمري ما انساه ربنا يبارك فيه. هتلاقيه متصل بحضرتك على طول بعد الحلقه باذن الله. وكل اهل الخير وكل حبايبنا وكل سفراء مؤسسه نبض الحياه وبنقول لهم دايما احنا ماشيين مع بعض لوجه الله سبحانه وتعالى وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وانا مش يعني عايز يعني هم لو معايا دلوقتي واحنا هناك في الجامع هنبنوه قبل ما نغادر المكان. ان شاء الله. انت دايما يا مولانا بتقول كده تقول عايز الناس تيجي معايا. بحب بشوف حضرتك اما الواحد بيشوف على ارض الواقع بيبقى يعني انا كان بقول لحضرتك كان جاي معايا 3 أصدقاء في مسجد من المساجد اللي هم في الفيوم. ايوه خدت لحضرتك المسجد بتاع التعابين ومسجد الفاروق. فطبعا يمكن كانوا جايين يقول لك احنا انتوا بتعملوا سوق اعلامي فجم طلعوا الفلوس اللي جبهم. انا قلت لهم هتطلعوا وهم طبعا يعني واقفين لي واخدين بالهم مني ما فيش. فالمهم ربنا كرم وطلعوا هم الفلوس اللي معاهم. فربنا يتقبل من الجميع يا رب. اللهم امين. مولانا شرفتني وانستني وان شاء الله كده دايما في الخير موجود معانا وينفعنا بيك يا رب. الله يبارك فيك. للاسف الفقره الطيبه دي خلصت. استنوني الفقره الجايه باذن الله هتعجبكم. طيب بالحاح وبلا خجل لو سمحتم مستشفى الكبد والجهاز الهضمي ببلطيم محتاجة كلنا نقف مع بعض ونبقى ايد واحدة. احنا مقصرين الحقيقة ومش عارفة سبب التقصير ايه. المستشفى دي هتخدم مرضى يعني محتاجين للعلاج ومش بتخدم منطقة صغيرة دي بتخدم يعني اكتر من محافظة. فلو سمحتم نشد حيلنا شوية والمصريين جدعان واهل خير وعايزين نثبت ان احنا قدها. الفقرة دي بيشرفني فيها مولانا الشيخ ابراهيم رضا من علماء الازهر الشريف. يا مولانا ازي حضرتك؟ اهلا بيك. الله يخلي حضرتك. يا مولانا انا مش مبسوطة قوي في كده همة يعني بتفطر كده بالذات مع المستشفى. انا مش عارفة ليه مش متجدعانين مع ان المصريين يعني منتهى الجدعنة اللي في الدنيا. نقول ايه للناس في الايام المفترجة دي وفي شهر رجب علشان مستشفى الكبد محتاجانا؟ الحمد لله الذي أعزنا بالإيمان وكرمنا بالإسلام وشرفنا بالانتساب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليني أقول لحضرتك أنا لسه جاي من المستشفى وشفنا كل أرض الواقع وأجدد الدعوة مرة ومرات عديدة ولن نيأس أبدا أن أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو ان انا ابدا واتخير موضع الصدقه الصحيح. وانا شايف ان انا ابدا بالمستشفى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله. احنا دايما بنتفاعل مع بعض الحالات ما بالك اذا كنا بنتكلم عن قرى نائيه امراض الكبد متفشيه فيها بعض الامراض امراض القلب وهي مستشفى على فكره لمن لا يعلم فيها كل التخصصات. ما يعني مساحة الأرض المقام عليها المستشفى 4200 متر. المباني صافي الدور 2000 متر على 7 أدوار بتكلم عن 14,000 متر بيقدموه هؤلاء.
وما أقول هؤلاء ما بقولش رجال أعمال في بلطيم، بقول أرض بلطيم، البسطاء في بلطيم، الفقراء في بلطيم، قدروا يقتطعوا من قوت يومهم مبلغ ويعملوا لنا المبنى. أنا بقى يعني أدعي أنه أعظم مبنى اتبنى في بلطيم إلى الآن هو هذا المبنى اللي قدمه فقراء وأغنياء بلطيم للدولة المصرية. ولذلك أجدد الدعوة دايما، بأجدد الدعوة للأندية الرياضية يا جماعة، يعني أنا أعرف أن الكابتن محمد الشناوي من هناك، أعرف أن تريزيجيه من بلطيم من كفر الشيخ، المجموعة دي لازم تتحرك معانا ولازم نقدم مثال يحتذى به. رسائل أهو، رسائل لإخواتنا الرياضيين أهو اللي من هناك كمان. وعارف قد إيه محمد صلاح خير جدا جدا جدا، بوجه له الدعوة لأنها على بعد أمتار بسيطة أو كيلومترات بسيطة من قريته. يا جماعة أهل بلطيم، الفقير، اليتيم، المسكين، الراجل اللي بيشتغل باليومية العادي، قدر يقدم مبنى أنا شايفه يشبه المباني الأوروبية. يعني مبنى عايز أقول إن مستشفى يعني بيها 184 سرير، مستشفى عاملة 22 سرير للعناية الفائقة، المستشفى العام نفسها بتاع المحافظة مش موجود فيها العدد ده. معلش يا مولانا قبل ما حضرتك تكمل، قدامنا هو نصور بالموبايل رقم الحساب 700 لا، ورقم الحساب كمان اللي بتاع البنك الأهلي، تمام، يعني وأهو ورقم حساب بنك مصر. ما عندناش حجة يا جماعة، المصريين جمعوا 40 مليون جنيه في يوم لطفلة كانت محتاجة لحقنة معينة، المصريين البسيطة، فإحنا قدها قدود. مستشفى 700 محتاجة لنا والله، وفي ميزان حسناتكم انت ما تعرفوش الناس هناك ظروفها عاملة ازاي. وزي ما قلت لكم يعني انت هينولك هينوبك ثواب مش في قرية، ده كذا محافظة هتستفيد من هذا الصرح العظيم اللي موجود بالفعل. احنا شفناه وصورناه في التقارير، مبنى كامل بس محتاج يعني محتاجين نشطبه، محتاجين أجهزة، محتاجين معدات طبية، محتاجين معامل تحاليل، محتاجين مئات الملايين تكييفات، بنتكلم عن مئات الملايين محتاجينها على أرض بلطيم. مش ممكن أنا كحد بسيط بقول لك أنا بذرت البذرة وطلعت لك المبنى، يلا بينا جميعا نشارك كلنا في تجهيز هذه المستشفى. هيقول لي محتاج كام؟ لا محتاج كتير، لان انا اللي انا هعالجهم مش هيدفعوا لي فاتوره، ده انا بعالج فقراء مجانا لوجه الله سبحانه وتعالى. فاحنا محتاجين نتضافر جميعا من اجل اننا نرى المستشفى زي ما المصريين عملوا 57 وعملوا مستشفى الحروق. اعتقد ان المصريين هيقدموا نموذج للعالم يحتذى به. وكل حد يجي يقول لي ايه رايك في اللي بيتكلم عن الاسلام بره ولا جوه، اقول له عايز ترد رد يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابدا بالمشاركه الفعليه ومد ايدك معايا لكل هؤلاء الذين قدموا هذا المبنى الجيد، مبنى ولا اروع على بحيره البرولوس، بيقول للدنيا كلها هؤلاء هم أبناء الشعب المصري من المسلمين والمسيحيين على قلب رجل واحد، انخرطوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن من لم يهتم بأمر الأمة فليس منها. فاهتمامهم بأمر الأمة وأوجاع المرضى دفعهم إن هم يقدموا هذا النموذج الجيد الرائع الراقي. ما أحوجنا إليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نسير على دربك وأنت تنفق وتنفق وتنفق وتنفق، حتى إن سيدنا عمر يقول له هون عليك، فيقوم سيدنا النبي كأنه عايز يسمع جملة تانية فينظر إلى عين الصديق أبو بكر، فسيدنا الصديق يقول له يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، اصرف ليه؟ لأنك تقدم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. مش ممكن يعني أنا وأنا معاهم من يعني الناس بتقلع الحلقان وتقول خد اللي في إيدها دبلة بتجيبها، اللي محاوش مصروف المدارس الطفل الصغير بيدفعه. واحد من الناس المحترمة وأنا هناك يعني من شدة الكلام قال وادي 50,000 أنا بدفعهم لمستشفى بلطيم في ميزان حسناته. ألفت نفسه حسناتكم مستشفى 700 للكبد والجهاز الهضمي الحقيقة وكل مناحي الطب الأخرى
يعني تحاليل اشعاعات قلب، جهاز يعني جهاز تنفسي، كل الامراض ليها علاج باذن الله هناك بالمجان. ارجوكوا نعملها بسرعه لان الناس محتاجين. انا بشكر حضرتك يا مولانا، شكر الله لك ولمشاهدينا وانستنا، وربنا ينفع بيك ان شاء الله. نهني امتنا كلها يا رب، لما نجد في الايام الطيبه دي الايادي بتمتد لفعل الخير، متاكده ان شاء الله. يعني كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقص مال من صدقه. للأسف الفقرة خلصت والحلقة كمان خلصت. استنوني دايما على صدى البلد وبنت البلد. سلام عليكم.